السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، موضوع هذه الحلقة عن الوسواس الخناس. الوسواس الخناس، كثير من المؤمنين والبشر يصابوا بالوسواس، والوسواس هو ما يحدث الشيطان ويجعل يظل يخاطب البني آدم بالوسوسة حتى يجعله يصدق ما يكذب عليه الشيطان. فمن الذي نعرف الوسواس الخناس من القرآن الكريم؟ وموضوع الوسواس الخناس موضوع والله خطير جدا يا أخواني، لأنه تسمع عن واحد يقول هذا موسوس وهاي موسوسة وهذا مسكين الوسواس ذبحه، وبروحوا على أطباء بصيبوا مغص بفكر معاه إيش مرض في المعدة خطير سرطان، بصيب دقات قلبه بزيد شوي صغير بفكر حاله راح يصيب هارت اتاك أو إيش سكتة قلبية، آخر صداع بقول لك معاي أنا صرع معاي مرض في رأسي، بيوسوسوا في الوضوء أو بيخليه يتوسوس بالنظافة، بتلاقي كل شوي بغسل إيديه وبلمس الشغلة إذا واحد لمسها، وبقرف كثير من أشياء لا يجوز أن أقرف منها. الوسواس شغلة صعبة جدا، أعوذ بالله من الوسواس الخناس، لأنه الله سبحانه وتعالى بسورة الناس شو بقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. يعني الله سبحانه وتعالى بقول لك إيش؟ من شر الوسواس الخناس، يعني شر شر أعوذ بالله منه. وأنا والله يا إخواني ابتليت فيه، بس مع المدة ومع الخبرة ومع الكذا والإيمان والقرآن صار الواحد يسيطر على الوسواس. الوسواس ممكن يجنن الناس، توصل مع مراحل ان الواحد يصير حياته جحيم. يعني بعض الناس من اللي ما عندهم ايمان ولا تقوى يؤدي الوسواس اليهم الى الانتحار، لانه بظل يوسوس لهم وهم لانهم ضعاف النفس وما عندهم ايمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، توصل معهم مرحله الياس من رحمه الله فيؤدي الى الانتحار. طيب نطلع احنا هنا بسورة الحج بآية 46، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني هون بقول لك ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الذي يوسوس في صدور الناس. يعني شو في صدر الواحد؟ قلبه. تطلع انت في سورة العاديات آية 10 بقول لك وحصل ما في الصدور، يعني الصدر الله ينظر إلى قلوبنا، ما بنظر إلى أشكالنا، بنظر إلى قلوبنا شو موجود في القلب. النية موجودة في القلب. ممكن العمل الواحد يكون نيته شيء ويعمل شيء مخالف، بس هو نيته الخير، فالله بحاسب على النيات. عشان هيك احنا بنشوف الظاهر، بس المخفي والباطن لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. طب شوف انت في سورة آل عمران آية 154 بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ويقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم
والله عليم بذات الصدور. يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليهم من بعد الغم كانوا مغمومين وخايفين من المعركة، أنزل عليهم أمنا نعاسا يخشى طائفة منكم، يعني اطمئنان. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني ليش إحنا أجينا هنا؟ ليش الله كتب علينا القتال؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقول لو كان لنا من الأمر في شيء ما قتلنا هؤلاء. قل لو كنتم في بيوتكم واللي برز الذي كتب عليه القتل لا كتب له الموت رايحين يموتوا في مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طيب هسه رجع الوسواس، نقول كيف يشتغل الوسواس. بيجي على البني آدم بشوف أحب شيء عندك، أكثر شيء أنت بتخاف منه بتخاف عليه. مثلا أنت بتحب أمك ومسافر وبعيد عنها وبتحب تعمل خير معاها وتبر والديك، بتلاقي كل شوي بخليك تشوف منام إنه أمك ماتت، أو بظل يقولك أمك ماتت، أمك تعبت، أمك كذا، بتظلك مرعوب ومحزون. عندك ابن بتحبه كل شوي، ها هسا بصير حد بموت الولد، هسا الله بأخذ عمره، أبصر شو راح يصير. بيجيك على زوجتك، على أولادك، على أخوانك، على أصدقائك، على حتى إيش يخليك بدك تفقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. حياتك رعب بتصير، بيجي عليك نفسك، كل ما يصيبك شغلة، سرطان، أبصر سكري، ضغط، جلطة، هسا سكتة قلبية. يا أخي وين الإيمان؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إنك ميت وأنهم لميتون. لما يجينا أنا كان يجينا الشيطان هيك الوسواس، أرتعب، أقوم من النوم والله العظيم مرعوب، أقوم من الفراش برجف رجف خوفا على أمي ولا على ابني ولا على زوجتي ولا من كثر هذا. قلت بالعجل بالأخير شو هالحياة، حياة بتعجز. بالأخير شو قلت؟ يا أخي موتوا كلهم، إذا الله سبحانه وتعالى كاتب الموت هو الذي أعطاهم الحياة وله الحق بأخذ أرواحهم. أنا ما بقول إن لله وإن إليه راجعون. إذا الله كاتب لكل أهل يموتوا ما بطلع فيه دي أصعدهم أنا. أمر الله بده يصير ويتم، ما علينا غير نحمة الله ونشكره على نعمه ونقول إن لله وإليه راجعون ونقول من الصابرين. فبطل يجيني في الموضوع هذا، صار يجيني بشغلات ثانية، النظافة وما نظافة، وتوضيت ما توضيت، غسلت ما غسلت. بالأخير ظلك توسوس بتصير حياتك جحيم. لا يا عمي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الوسواس الخناس. عندما تكون ضعيفا بالإيمان بيزيد الوسواس عليك، عندما يزيد إيمانك تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص تتوكل على الله، بصير اعتمادك على ربك، بتبطل تحسب حساب للوسواس ابدا. شو بصير عندك؟ بتطمئن قلبك. كيف تيجي هون بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يونس آية 57، يا ايها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني شو بدك احسن من هيك؟ الله بقول للناس جميعا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أخي شو اللي في الصدر؟ القلب. وشو في القلب؟ الوسواس الخناس. إذن القرآن شو بقول؟ موعظة من الله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طيب ودليل على الكلام هذا سورة الرعد آية 28، بقول لك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا يعني في عندك إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تمسك القرآن الكريم تقرأ قل لن يصيبنا الله ما كتب الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي يصير يصير يا أخي، إذا واحد بده يموت راح يقابل وجه رب كريم، بروح من دنيا زائلة إلى إيش؟ إلى الحياة الكاملة.
الحياة الخالدة، وإن شاء الله يكون رب العالمين راضي عنا وبحسن خاتمتنا. عشان هيك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، أنت بذكر الله وصبرك تطمئن قلبك في القرآن الكريم، بصير علاجك إيش؟ أن تجعل الوسواس خناس، ببطل يأثر عليك أبدا. ويا أخواني، فيش إنسان على وجه الدنيا إلا الوسواس الخناس بيأثر عليه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو طفل وعمره عامان، إجوا ملكان شقوا صدره وطلعوا قلبه وقاموا الوسواس منه، وغسلوا قلبه في ماء، في إناء من ذهب بماء من الجنة، ورجعوا لسيد الرسول عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد ما كان موسوس، احنا بشر ضعفاء، فالوسواس بأثر علينا. بس لما نتذكر انه بالقرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي القرآن الكريم فيه الشفاء لما في الصدور، كل وهون بصير ايش؟ شر الوسواس الخناس ليس شرا. وعليك بالمعوذات وآية الكرسي والفاتحة وقل هو الله أحد وخواتم البقرة، هاي الآيات والصور من أعظم الآيات والصور الموجودة. انت هيك بتطمن قلبك بذكر الله وبصير ايش؟ من الذين يخلصون الوسواس الخناس. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.